السلام عليكم، معكم رين ترك. فيديو جديد هذا النهار، ما يكونش جيم بلاي ولا لايف. المهم هذا النهار غادي يكون كيفاش تقدر تستريمي ولا تريكوردي كاليتي مزيانه بلا تقطع بلا لاغ بلا حتى شي حاجه. الناس اللي نقدر نقول لكم اليوم هذا النهار، هذا الناس اللي باغيين يستريميو ب 12 ميجا للفوق. 12 ميجا تقدر تلعب بها اونلاين وتستريمي بها في نفس الوقت كاليتي 480 كلا دابا لا والو. المهم خليكم معي. حاجه واحد القضيه ما تنساوش الدراري كيشاهدونا دابا، ما تنساوش تدعمونا بواحد اللايك واحد سبسكرايب باش تشوف الفيديوهات الجايه ان شاء الله. المهم ليتس جو. اول حاجه غنبداو بها هو انطلي شارجيو او بي اس. او بي اس نقدر نخلي لكم اللينك في الديسكريبشن، اولا تمشي تدخلوا تقلبوا عليه. هو رسمته سميته اوبن برودكاستر سوفتوير. تيليشارجيو هنايا ستوديو. المهم ستوديو مهم احسن من السوفتوير شويه، المهم فيه شي حوايج زايدين على العادي، احسن من الكلاسيك شويه. المهم كتيليشارجيو ستوديو كتجيو لهنايا كتلقاو عندكم هنا السين عندكم السورس. جو السورس كليك دغوا. اول حاجه كنبداو بها هي انكم اللي عندكم لاكام كتكليكيو على لاكام طرق كتختاروا لاكام ديالكم. انا ديجا دابا كنريكوردي بها بلا كام غاديش تبان. كديروا لاكام هنايا ترون كدير اوكي عندكم لاكام هنايا. المهم كتجبدها، المهم تحتاج على حساب نتا شنو باغي دير. المهم من بعد شنو كدير كتجي لهنا عاوتاني الا كنتي باغي دير شي جو كتجي كتقلب على كابتشور دو جو تختار السم ديال اللي بغيتي. اوكي كدير هاد التوشيه هادي اللي كنديرها دابا كابتشور دو فينيتر. كتجي هنا كتختار الجو اللي نتا ملونسيه دابا. مثلا انا ملونسي هيتمان كليكو على هيتمان. اوكي من بعد كنجيو للبارامتر. هنا بارامتر هنا في كتبان الكاليتي ديال الفيديو والاجواش. اول حاجه بعدا الناس اللي غيستريميو كيجيو للفلو تختاروا هنا اما جيمين اما فيسبوك. شوف نتا فين بغيتي تستريمي. مثلا انا غندير يوتيوب. كتجي هنا كتلقى الكي، هذا هو الكي هو باش يمكن لك تستريمي. الكي يمكن لك ما تقدرش تعطي حتى شي واحد لقات يقدر يستريمي لك في الشانيل ديالك دير لك شي حاجه شي كوبير شي حاجه. المهم هاد الكي من كتجيبو كتدخل الشانيل ديالك هي مثلا هادي كتدخل على فيديو مانجر. فيديو مانجر ولا المهم كليك على شي حاجه باش تصلح تدخل الشانيل ديالك. كتجي لللايف ستريم الكي ديالك هو هذا تكليكي على هادي ريفل كتلقى السيم كاين ستريم كاين نيم هو هذا كتكوبيه كتجي لهنايا كتكولي هنايا مسألة عادية. كنجيو السورتي بالنسبة للناس اللي غيستريميو 12 ميجا بلا تقطع. تنقول 12 ميجا هو ان خصو يكون عندك مثلا بحال هاد الابلود هذا الفوق شيني. كنجيو لهنايا كنديرو السمية في الديبي ديال البيتش ريت بلاص كنديرو 64 في الاوديو. هذا ما نديرو بالاوديو بزاف نجاوب وكانسك صافي كدير اوكي ابليكي طرن. الناس اللي غير ريكورديو في العبارة هو هذاك الناس ما كدير ريكورديو كتجي هنا كدير ام بي 4 خاص هادي مكتبقاش خدام. ملي كتبغي تريكوردي مثلا بالاو بي اس مكتبقاش خدام هاد اللعيبات ستريمين هاد العبارة هذا كيولي خدام هادشي اوتوماتيك اللي عندو انفيديا كيجي كيكوش هاد اللعيبة ديال الماتيريال ديال انفيديا في شادو بلاير مثلا انكودر ولا كتختار لوجيسيال ديال اكس 264 الناس اللي ما عندهمش الانفيديا. المهم كتجي هنا كتختار هوت كاليتي تاي في شي مويان المهم داكشي يكون مويان باش ما ياكلكش بزاف لاسباس. من بعد كنجيو الاوديو. الاودييو تنخليو داكشي هو هذاك الا كان عندك شي بروغرام ديال الصوت باغي ديرو من بعد كديرو ديك الساعات. كنجيو للفيديو. الفيديو هنا واحد القضيه هنا مزيانه الناس اللي كيستريميو ولا تيريكورديو كيخرجوا لهم الجناب كحل. شنو خصك دير؟ كتجي هنا كتختار ريزوليسيون 1920 على 1080 واخا انت ما عندكش ديك الريزوليسيون هي دايره. كتجي هنايا الثانيه كتكوشي مثلا
بغيت تريكوردي ولا تستريمي في 720 كدير 720 ترن، ولا باغي تستريمي مثلا الناس اللي تنصحهم انهم يستريمو عندهم 12 ميجا كيديروا هاد الريزوليسيون هادي 800 في 480. هاد الريزوليسيون هادي هي 840 480، المهم بنادم يقدر يتفرج فيك عادي زازلوس. كتجي لهنايا تختار هاد لازلو زوس، كتختار هادي، من بعد كدير اما 30 FPS اما 27 FPS على حسب نتا وكانتك نتا واش باغي دير. اما ما ننصحكش دير 60 FPS الا كان ما كانتش عندك شي فيبر اوبتيك ولا شي كارت جي مزيان وفيها دي بي مزيان. المهم هادشي هو اللي كاين بالنسبة للريكورد. دير اوكي صافي. كتجي هنا كتحس بغيت ريكوردي كدير ديما غير لونجيسترومون كيبدا تريكورد لك داكشي اما ولا كومونسي لو ستريم صافي كيبان كيبان داكشي على حقه وطريقه. المهم كان هذا واحد الطريقة اللي كنديرها انا وكتبان ليا مزيانة حقاش انا ما عنديش الكادج جي وما عنديش الفيبر اوبتيك حاليا. الناس اللي باغيني يستريمي ولا بشي عندهم يلا بداو باغيين يديروا شي كاليتي ما بيهاش مثلا 360 وتكون ضاويه بعيده شويه متيني ماشي 360 بحال كنت كنشوف شي ستريمات بنادم كيستريم 360 كلها ثقيله مربعات متيني بنادم ما غاديش يتفرج فيك. ومع هاد الكاليتي اللي كنديرها هنا مهم مويه. ما تنساوش الدراري لايكي الفيديو سبسكرايب اللي ما سبسكرايبيش ما تنساوش. كان معكم رين تارك بيس.